الواجب على العلماء قول الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، فلماذا لا تظهر نتائجهم حيث نرى أن الفساد يزداد؟ الواجب قول الحق، ولكن ليس من شرطه أن يجاء ويقبل قول الحق. بحمد الله يقال هذا من العلم ويبين، ولكن ليس كل ما يقال تظهر آثاره ويستجاب لقائله لأسباب كثيرة.